إذا عندك آيفون ابقى معي في هذا الفيديو، سأشارك معك أربع برامج وخدع بدون شك ستحبها. أهلا شباب، كيف حالكم؟ أنتم على آيفون تي في. إذا كان عندك آيفون وكنت تزورنا لأول مرة، ضروري جدا تنضم لعائلتنا دائما ما ستحب المواضيع. البرنامج الأول اسمه Copy Text on Screen، طبعا سأترك لكم روابط التطبيقات تحت الفيديو في الشرح. هذا هو التطبيق. في ماذا سيفيدنا هذا التطبيق؟ سيفيدنا في شيء رائع جدا. إذا كنا عندنا صورة وبها كتابة، سواء كانت الكتابة بالعربية أو بالإنجليزية، كيفما كان نوع الصورة، على سبيل المثال هذه الصورة، نريد أن نقوم بنسخ هذه الكتابة الموجودة داخل الصورة. كما تعلمون لا يمكننا نسخ الكتابة من الصورة، يجب علينا أن نقوم بكتابتها، لكن هذا التطبيق يساعدنا في ذلك. كل ما علنا فعله، بعد تثبيت التطبيق نذهب على علامة الشير من هنا، ومن ثم نذهب نبحث عن التطبيق سنجده من هنا. إذا لم نجده هنا فقط نضغط على النقاط الثلاثة ونقوم بإضافته من هنا، ستجد على أنه موجود هنا، تجعله مفعل لكي يظهر لك في هذه اللائحة مباشرة. شباب، بعدما تضغط عليه كما تشاهدون سيقوم بأخذ هذا النص الموجود في هذه الصورة. من هنا تختار اللغة كما تشاهدون عربيك، إذا كان النص بالإنجليزية أو أي لغة أخرى تختارها من هنا. كما تشاهدون لما قمت باختيار النص نضغط دون على هذا الشكل، والتطبيق بطريقة رائعة جدا سيقوم بأخذ الكتابة من داخل التطبيق وسيعطيها لك على هذا الشكل، حيث يمكنك أن تعمل لها كوبي ويمكنك أن تقوم بإرسالها لأي شخص. جميلة جدا ومفيدة هذه الميزة، يمكنك أن تستعمله على جميع الصور، سكرين شوت، أي شيء. أيضا يمكنك أن تأخذ صورة من داخل التطبيق على هذا الشكل، كما تشاهدون على هذا الشكل يمكننا أن نأخذ صورة لهذا الكتاب على سبيل المثال، أي كتابة كيفما كان نوعها، من أي ورقة، من أي لغة. كما تشاهدون مباشرة بعدما تقوم بأخذ الكتابة تعمل لها على هذا الشكل، ثم تعمل دون وستعطيك الكتابة مكتوبة لكي تعمل لها كوبي وتقوم بإرسالها لأي شخص. الحديث من الإخوة يسألونني عن برنامج خاص بالتصميم ويكون سهل ومجاني. أتيت لكم اليوم بهذا التطبيق، تطبيق سبليس. هو تطبيق رائع ومجاني كما تشاهدون. لما تقوم بتثبيته لأول مرة سيظهر لك عبارة عن هذا الشكل. تذهب مباشرة تضغط على Start New Project، ومن ثم تدخل تعطيه الصلاحية ليدخل إلى الفيديوهات الخاصة بك، ويمكنك أن تأخذ أي فيديو من عندك من الكاميرا رول. نذهب إلى الفيديوهات الموجودة عندي لكي أعطيكم مثال وأريكم ماذا يمكن أن يقوم به هذا التطبيق. كما تشاهدون إذا ضغطنا على سبيل المثال على هذه الفيديو، نضغط على هذا الشكل ومن ثم نقوم بفتح الفيديو عندنا من هنا. مباشرة بعد إضافة الفيديو نضغط عليه بهذا الشكل ونضغط على Edit Video. كما تشاهدون سيعطينا العديد من الإعدادات التي يمكننا أن نقوم بها من هنا. كما تشاهدون يمكننا أن نقص الفيديو، يعني إذا أردنا أن نقوم بتصغيره، يمكننا أن نقوم بإضافة العديد من الفلترز على أي فيديو بهذا الشكل. كما تشاهدون هنالك العديد من الفلترز. يمكننا أيضا أن نقوم بزيادة سرعة الفيديو، يعني جعله سريع أو خفض السرعة كما تشاهدون بهذه الميزة من هنا. يمكننا أيضا أن نقوم بإضافة الكتابة على أي فيديو كما تشاهدون باللون الذي نريده. يمكننا أيضا من هنا أن نقوم بعمل الزوم للفيديو كما تشاهدون. يمكننا أن نقوم بعمل الزوم للفيديو ونجعلها فقط على هذا الشكل، يعني هذه الميزة تسمى الكروب في برامج التصميم. كما تشاهدون يمكننا العمل العديد من المميزات على أي فيديو، يمكننا التعديل عليه. كل هذه المميزات موجودة في تطبيق واحد، يمكنكم التعديل على الفيديو بهذه البساطة. لما ننتهي من التعديل على الفيديو فقط نعود بهذا الشكل، ومن ثم نضغط على شير من هنا ونقوم بحفظ الفيديو بالضغط على سيف على هذا الشكل، ومن ثم نقوم باختيار الجودة. والرائع جدا هو أننا يمكننا أن نقوم بحفظ الفيديو حتى 1080 بي، يعني HD بجودة رائعة جدا. نضغط عليها وبهذه البساطة يتم حفظ الفيديو الذي قمت بتعديله عندك في المكتبة بدون مشاكل. قبل ما نواصل في الموضوع شباب، أتمنى أن لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك، ضروري جدا لن تأخذ منك أكثر من ثانية، وكلمة شكر تحت الفيديو فهي دائما ما تفرحنا. البرنامج الرابع، سأشارك معكم برنامجين يقومون بنفس الشيء لكن بشكل مختلف، فقط ركزوا معي شباب. هذه البرنامج يمكنك أن تجعل يعني آيفونك
لما تنام أو على شكل شاشة القفل على هذا الشكل، يمكنك أن تضعه في الطاولة وتتركه على هذا الشكل يظهر على شكل شاشة القفل بدون أن ينطفئ الضوء ولا تأتيك أي إشعارات ولا أي شيء. جميلة جدا، يمكنك أن تقوم بالتغيير ما بين الساعات الموجودة في هذا التطبيق، موجودة ساعات كثيرة جدا كما تشاهدون. هذا هو التطبيق موجود من هنا، اسمه كلوك فيس. وأيضا هنالك هذا التطبيق الرائع جدا الذي يعطيك نفس الشيء كما تشاهدون، يمكنك أن تجعل آيفونك على هذا الشكل، شكل الماتريكس، وتظهر الساعة وسط الماتريكس على هذا الشكل. يمكنك أن تتركه على هذا الشكل أخي، لا يوجد به أي مشكل، لن يقوم بعمل أي مشكل مع البطارية، كأنك عامل قفل لآيفونك. هذا الضوء مبرمج بطريقة مطورة جدا، لا يأخذ من البطارية شيء، ويمكنك أن تجعل آيفونك على هذا الشكل. وبالمناسبة قمت بعمل اختصار شورت كات خاص بهذا البرنامج، يعني على سبيل المثال تكون على شاشة اللوك عندك بهذا الشكل، فقط تذهب من هنا وتذهب إلى الاختصارات وتضغط على ماتريكس لوك على هذا الشكل، تقوم بفتح آيفونك وكما تشاهدون مباشرة يبقى على هذا الشكل. سأترك لكم أيضا الاختصار الخاص بهذا البرنامج، اختصار الشورت كوتس الذي تضيفونه على برنامج الشورت كوتس، لكي تقومون بفتح التطبيق سواء من هنا كما تشاهدون. هذه هي تطبيق الساعة من هنا وتطبيق الماتريكس من هنا. لما تقوم بتثبيتهما على عندك في الهوم، يمكنك أن تفتح أي واحد منهما وتجعله عندك، يعني لما تقوم بقفل آيفونك فقط تجعله على هذا الشكل وتترك آيفونك على هذا الشكل يظهر بهذا الشكل الرائع، سواء شكل الماتريكس أو هذه الساعة الرائعة جدا. يمكنك أن تترك آيفونك بها على الطاولة أو الوقت الذي تنام بدون مشاكل كما تشاهدون. البرنامج الرابع هو برنامج VPN رائع جدا، سأترك لكم أيضا رابطه تحت الفيديو طبعا في الشرح مع باقي الروابط. كما تشاهدون لما تدخل عليه واجهته من هنا، هنالك العديد من الدول التي يمكنك أن تختار بها وتتصل عليها بدون مشاكل. كما تشاهدون الصين أو أي دولة أخرى، أمريكا، هنالك العديد من الدول التي يمكنك أن تختار أي دولة منها، على سبيل المثال نيدرلاند، هولندا، فقط نضغط عليها لكي يتصل VPN ومجانا. برنامج سامبول، لما ستقوم بتثبيت هذا التطبيق أخي على آيفونك، طبعا ستظهر بعض الإعلانات لكن لا مشكل، فقط قم بتثبيته على هذا الشكل، لا تدخل إليه، أخرج منه، اذهب إلى إعدادات آيفونك على هذا الشكل، ومن ثم اذهب إلى جنرال، ومن ثم اذهب إلى كيبورد على هذا الشكل، ومن ثم اذهب إلى كيبورد من هنا في الأعلى، وقم بالضغط على Add New Keyboards لإضافة كيبورد جديد، ومن ثم ستجد على أنه تم إضافة كيبورد جديد من هنا اسمه سيمبول، ستضغط عليه مباشرة. بعدما تضغط عليه سترجع من هنا وسيتم إضافته مباشرة إلى هذه اللائحة الخاصة بالكيبورد الخاص بك. هذا الكيبورد أخواني به أكثر من 50,000 رمز يمكنك أن تستعمله مباشرة من الكيبورد الخاص بك في آيفونك، رموز رائعة جدا صراحة. هنالك بعض الرموز التي لم أراها أبدا في أي كيبورد صراحة. كما تشاهدون نذهب من هنا ونذهب على سامبول، هو هذا التطبيق الذي قمنا بإضافته، وهنا ستجد لائحة كبيرة جدا ورائعة من الرموز التي يمكنك أن تختارها. على سبيل المثال سأريكم على سبيل المثال من هنا، هناك رموز كثيرة جدا، على سبيل المثال Egyptian، هذه الرموز المصرية رائعة جدا كما تشاهدون. من هنا يمكنكم أن تقومون بإضافة هذه الرموز التي هي عبارة عن أشخاص، بدون شك ستدهشون أصدقائكم سواء على مواقع التواصل أو برامج التواصل سواء الواتساب أو أي شيء. يمكنك استعمال هذه الرموز الرائعة جدا لما تتكلم مع أصدقائك أو في مواقع التواصل مباشرة من الكيبورد الخاص بك. كما تشاهدون هنالك العديد منها يمكنك استعمالها فقط بالذهاب من هناك، تدخل على أي واحد وستجد العديد من الرموز التي يمكنك استعمالها في كيبورد آيفونك بدون مشاكل. أتمنى ألا تبخلوا علينا شباب بالضغط على زر لايك، لن تأخذ منك أكثر من ثانية، ولا تنسوا زيارة هذا الموضوع الذي شاركت معكم فيه أفضل 10 برامج سنة 2019 بدون شك ستحبونه. لا تنسوا الاشتراك لتوصلوا بمواضيعنا، نلتقي غدا في درس جديد، سلام.